ثم تبقى هذا بيسج رحموه سعد النش رحموه والله الا رحموه رحموه ما شفت واري ذا يثبتنا نبان النداء نعرف ايج نفرح تطم قرات باش قرص تصنا من قيمة تصن هذه مالطا يتقرش دقا انتو عربان الاحرار قدين قدين قرص نقوم زادتي ودقوا مرعبون اقوم المسيرة العامة سيدي المانيس الدواء اسال ماني تكمار هقا نغذاني تا للابد باش هذا نختار مغاثو ذري القوة نختار مشاغل ذري عرقي مر بدان تشفغ الشناق نغذي الزلقث تاهي يا دارية ثاني تا اويت زاي نغذي الاحرار من القراءة انشا ذو بتعب قدار تودي الاحرار فقد رغم السمض من القراءة انشي المسيرية من يقوى منوية من يقوى النجاح من يقوى غزت سوطس من يتوري نشقوى غزت واذيو يا غزت عن كتار اثومتينو لان توري ذايت مثنى أقين ذنيتا زي على من كل مشان زي كليمان زي فرنسا زي بلجيك زي هولندا مقاسم أقوم الحراك الشعبي أقات عادي بدا الحراك الشعبي غاسي وذا النس أقين ذا إن توارم تقل الكريتيك سوارم سوار كيف ما تسن تقوان إلى خيره النقا قيم ذي مالطا أقاي خزاد زين ذي مالطا الخوة لكن خوذي رقصة واسمع بس سيولا أقموا من سني في اللح وغاسل من غينين رعافون لأن التوارنت إلا خمي غاند ورغانا حنا قادوا ذرينا بذنة السيورن القارس مرحبا بكم سيور ثينين بميت خسم الشرقة وخاو من تاريخ الشرقة وخاو من تاريخ الشرواك وخاو من حسب ميت قام كنيو كنيو عاون سيدة ربي سيدة ربي غيت ولا كلشي من يتوقع وهذا ما تبقى ما تواد المسيريات وشا غير جن صفعة غير مخزن الديكتاتورية المغربية المسيرية نقارس في ثار في ثار أقش ماني في الجال المسيرة أقش يوذان أقش الأحرار قواتع قيم شاهد ذرنينا إينا قين مونن هذا قيم البداية مونن موت ولا الماد الله أخا غادي بسير قوش الناك ثموات يوذان وان تمس فريق ما كورنات معنين الأحرار كورنات معنين الأحرار غال الأحرار ويوزك النيو ويجن السؤال ذا القارة ثم تعبقى ذا وخاك تطول شا باش تحمي شوية الكلام ما تولد المسيرية غا تكشي جن إجن الشجاعة تكشي جن الارتياح إثا ونعرف ذي يعرف المسيرة فاحن زي سيت مثل غن توارث تشاكي سنساني تا خمي توارنا يث مثل غن الشي نفقد أمو سلكمية يا ذي الإيمان وذان ذاني تا ذي الحراك انتوارا اللي وذان أخا خزان تغانا ذيني وذان خزان تسور نسن غاد أخر واد السفوق نشغى بارا ديني وذان قانجد ديني وذان أقاينا كيذ نغسور نسن نشين نسن لا 90 دي ميريفيين أقاينا قل أحرار ديني تسور نسن ونشين أقاينا كيذ وما يدما وارد حتى الأبد حتى الأبد وارد ومن سن محشا وان سن محشا دي عرف النغ نشين أنا متخارف النغ أقاينا غدا غانا متخارف واش يحفظ ابي ثومة تبقى ذا يوسف الكلمة الحرة ثومة فغم تغير ريف مشتوري ما يثمى ثومة يوبا تجين كلمة الآن يتريج نشكل نضال جديد اتقنية ثماثنا اتقنية ثماثنا مشتوري معرقي مغهما مفكش مفكش يا من عال يا من خزان يا من عال يا من خزان يا من عال مختطف في العيون أيوز أيوز إيش كذب أيوز إيش كذب أيوز
10 ريال ابو احمد. تصمد لي ثم تقصيرها أنزان باش تعزو من وحدة نيخ تعجيبه من وحدة سما دي القاعات المكيفة نيخ القاعات يحمل واش ما يمين هارا وغعت في غما كيخدمونهم ما يمين هارا وغعت في غما كيخدسي ما صمي ما يمين وتفيغ من هارا غادة تسوي مخارف واخا تختلف واخا تمنغى واخا نتفق بمية دي مية ولكن ياش نهارا نفق خاري ونفق وش حاجة نغني برياري إذا نسقسي يني شي قان الوحدة مات الوحدة تنغي مغس الوحدة ما غنهارا وتفيغ مغى الوحدة وشيري فينا ينا وذو معشيفا وشيري فينا ينا وتشكل نقول وحدة ما غا تحاق تحشمس المصطلحات ما غا ذوم يتعجيب فقط تقيم غا التبرة ما غا ذوم يتعجيب فقط التفوض ما غا ذوم يتعجيب فقط أتمارس من الوصاية خواي ذو ذارف إيري فيين وذين حد غسلي مارس الوصاية إيري فيين وذين حد أذيني كنشيني تمثال إيري فيين ديجن الشعب قائم بذاته الكلمة الأولى والأخيرة آتي سيني ريفيين تريفي وذين راديج للعالم يزمع أدف غشيني كتمثل خاري نشوة تمثل خوياري وين وين تمثل خوياري الريف يتمثل يخفنس إيري فيين مارة قاسن الحق أذمثل الريف ما شان السوار خيري فيين إيي سينا الريف سنجي كورشي وجيبو إيري فيين إتزاتشان غجيت نارك المهم راه يجوز كسيدو من كيوبا ما مش الزخ غزاح من غاثيني شكلي ما مش تواري درخو محمد السادس إنك الجريفيا حاري ذيسر يتقاس إبادة جماعية تهجير جماعي سياسية ممنهجة خريفيا وفي نفس الوقت انت في تداعي حك ما يسمى البوليزاريو لي جوني في تفاول كيسن يسكسن دا البعثة باش كيسن تقل حلول وما مش نسنشن بوليزاريو يا طلب الاستقلال خلي احتلال العلوي زود كارك نشا سيدي الصحراء الغربية غاتيري مستقل لخ النظام العلوي وفي نفس الوقت انت في جويدو كان سعريف يطلب أبسط شروط العيش الكريم يعني المدرسة سبيتا فرص الشغل أبسط إذن وتجيبوه ذلك عجوم خاصك سنجينا إدور دازير عجوم خريع لسبب بسيط بشكل مختصر تعزو سبيتا تعزو دابري تعزو الخدمة لعلم السياسة كان اسم مشكل داخلي يعني مشاكل اجتماعية المشاكل الاجتماعية تغيمت مشاكل داخلية أنا أسمح إجل القوس وزير الخارجية الهولندا يروح إمساك عيك وزير الخارجية احتلال مغربية جبذن أعرف الناس وغاك مرحقة السيور الخارج مغا لأن مشكل اجتماعي مشكل داخلي شك وذا شيرو الشين مغرب بلد فقير وغاح ميزيغان كسبيتا وغاح ميزيغان كابريد من ذا شيرو حنشكا هولندا أن بلع القوس ماشي متعلق الأمر زي بوليزاريو بوليزاريو وخصن هو سبيتال وخصن هو الخدمة وخصن هو الزجت وخصن هو من خصن خصن الاستقلال التام الاحتلال المغربي إذا دا ويزمع دولة استعمار مغربي هذا السيني الأمم المتحدة نخي فرنسا نخي أمريكان نخي العالم يمون كمشكل داخلي لأنه خميني غفر الإطار ما يسمى بالمطالب الاجتماعية تفقد المطالب السياسية خدني القضية تكسي بعد دولي تكسي بعد سما نيج القضية يخسلاب الرأي العام الدولي غزي سيهتنا أولا ربما نيخ أرفيموان ربما أرفينيموان هذا سنعاود 500 أرفيموان من رقم إيريفيا وتبني الخيار السياسي والله ما يقيم محمد السادس نخمس موال المديوري ينقذينخ أرغينخ آخر عارف الحل السنين غانخ إيش الحل
رانا سو يعرف رايا سو ننقل اذا كمش تايري فيني تريمان قبل ما خاصني قضى واحد السادس بالمطلق غنخرج نحل وشا سنوات النيم 2018 التيني 2020 وغصويد 2025 اغصتوضم 2030 ماشا عاجلا ام اجلا اطوض مايريفيين اتقتنع امس من دوم قغنا وقانت واتصن يوذان واتجيهون شوى ايريفيين مارا واتبني من الخيار السياسي للقضية الريفية اذق محمد السادس نقضى يوم ارغينغ ماشي اخر عريفي ارغينغ اخر حتى ثيازيت نخدمو الشوك نخدمو الشعريفي والله اماذيج ايجو ريفيدا وحتى مركات المنظمات الدولية للأحزاب السياسية نعرى دي المجموعة الأحزاب تبنى القضية القوضي موز مجموعة الأحزاب حتى ينا وغاسن برحق أخي كتاف أنا يعرف ماغا منزي إقارة سنت محمد السادس قينا أعزون الخدمة قانش دولة فقيرة قينا أعزون سبيتا قانش بلد فقير ماشي هذا كتخوّر ماشي ما رفضن تيري فيه التاش عن المنظمات الدولية غال الأمم المتحدة غال المحكمة العدل الدولية على أساس الجرائم الإنسانية ينظم اسمه إذا خيرتك والله ثم بالله مذغية سمى التصرفات الهمجية الإجرامية ضد تيري فيه أقسم بالله العلي العظيم ويري فيه ما روت بني من الخيار السياسي ما راوث النيمي محمد السادس الجاريف ما راوث اسم المطالب غا أوروبا الأمم المتحدة ذو أمريكا على أساس كنيو ديجن الشعب قائم بذاته ديجن الشعب مستقل غاهم اللغة نغم غاهم الخصوصية نغم غاهم ثا والله ماذا هم في عريش مخبر غساد ساصف بمدقة غاهم تقف بوليزاريو وبشنخا 5 متر غانخ العدو ديجن غزاث بوليزاريو واش بوليزاريو يسمى العصابة العلوية أذمن عن شن الجن يدفع الاستقلال الريف أثويا غير حبسة 20 سنة أي إثم ما يسمى بأكدم إيزيك توقع ذي النير بين قوسين جرائم ارتكبت في حق العسكر نخ الأمن نخ مخزنية العصابة العلوية غاس ناصم خلش وقع شاد البوليزاريو سني غاسم قاغاش باللي مخزن محمد السادس غاس ناسن ماني ذي أكديم إيزيك يوذنين متهمين بارتكاب جرائم غاسني بنادم دين غاسن الحوايج نشقي ضد ديماناني مهما كان المرتكب ولكن وميدو ينيوذانا تنعاش شايس الميابعت الشايس وينتنغى المحاكم ديناس المحاميين حضانت كيسة منظمات دولية وسنتي جمعيات حقوقية أذبدنت أذواكبنت الأحداث سما ذغطانت الأحداث في المقابل انت في ناسا نيخذ جلول نيخذ الأبلة نيخذ المهم مع الرئيس وينتن غار حبس كينتن في صناديق سما مغلقة وينت ناسا بالعنخاس للشباك كيناس الشغر سما بنادم عارين تمرقيع ولكن بوليزاريو يقنغيني يوذن غاصني يوذن يقالني ذني ومن دوين غا المحكمة والله ما زمان كنا خاسن بالله وشافها ما يعرفي مليح قيمة يعني من غا نطول هذا نختصر أم خنبر غاخ نشين أم خنبر الوجود غاخ أم خنبر سياسي أم خنبر يقدولا العصابة العلوية وتتسبد دراس بيتا ريابري للمعمل فقط إيش نحاش هو مطلب رحيل العصابة العلوية زياري ورحيل نخ إجلاء آخر جندي آخر عسكري آخر مخابراتي مغربي من بلاد الريف ما روان ويضا منايا ما روان ويضا ثنينيا ما روان ويضا خاسن السور ما روان ويضا خاسن دفع أتقيمم ثلاثا ومثك مريري فيه الطمغة أشحكار أتحغالي دارة شحكار أتفضل غفارة واتفضل خدمة أتكمر طوري واتفضل خدمة ومكارو أدهس المخزنية محمد السادس
قاسم تسغدابري قاسم تكشم 6-7 مليون باش التنية دي دغارة فوت التسنة تمزيد الشني سلمان دي ربحة ذوال المصير نشا يعرفه أقسم باللحمة العيشة الحياة النش سما في الجحيم تسيد غاد معثى تمعثى تكشخ كوشي الحمد لله ولكن دائما تغيمي الدرفارانية تعيش الديار ريف تعيش العود كذلك الدرفارانية. إذن الحل الوحيد نهار نشيني ريفيا غاخي جنح أولا نيخ تكوار 2018 ربما وصيخ شحان الدع يمكن تكوار 2030 أستيني ربما قطوال قاغي جتومات إجم موار أغا صوت نمارة ريفي نارة تصي ريفي لوض الغاس حد دي تكوار حد سما وغاس والجرأة ديني ولكن الأغلبية الساحقة التزم الصمت سقار ويسين حد ما يمي أسقى. إذن أول جواب ربما ثم تيوبا أجنعني جنس السؤال ربما تم بالمناسبة قناة المظاهرة من هذا الغثين ذي جنس الصورة نغي جنس الفرق جاء المظاهرة السترة الصفراء يوقع عندي فرنسا ذي بروكسيل الشعب يعرف فيهم عامين تيتنظر ما نغيش ذي جنس الصورة زعما عشين السترة الصفراء السترة الصفراء اللي خذيتش لي ثنتي وراغين نيثني ذي فرانسيس هاروان تموع الحكومة النير كنت ليتني انتخب نخص عشان ولكن الشين كيريفية واش الشين يجي الموحم السادس أخي يحكي لا إذن دين الفاق دين الفاق جاعيش الشخص كنت بطريقة ديمقراطية ولو نسبية صوت خاص عشان خاص زمان المرين ما تخصدتي تساوي الفارق جاع يجيش الصنم يجي جن عرنت مختص عرنت الإله كانس العصابة العلوية وزمات تكسب ما غا وزمات تكسب لأن وجه ورش كذيك ذواد رفع عاود من سوا فرنسا المجرمين العصابة الفرنسية نهني تموال المحمد السادس نهني تموال مارا سما العسكان الإفريقية دي مالي دي السينيغال تكل إجرام تشع مافيا ولكن عندما يتعلق الأمر سي فرانسيس أو اسمانغ ما هو اسمانغ لأن فرانسيس غاس القيمة صحيح فرانسيس غاس القيمة وزما ماكرون يفقد تسمى يدور الكبار دي الشمات وميروح على المغرب يفقد السواس اسم محمد السادس يقارش سيدي وراه قال لي مهم محمد السادس قايلني وذيني باش يكتا ياسك تي مارين يكت كرافات باش اومي دي فوج هذه السيوريك الشعب الناس غيوض راس واو يتعجيش يتقدي الديس اوا من تقام غو مرحاق قال ما طالي مشروعه قال زيد سمايه ما غا قنا وراه وون شعب حي شعب حي ولكن تاليتا سما هذا شاخيج مواو نيغيج يجن اقتباس طمسيان سي الموقف هو ومهمه الطاس هو أن وجبوا بالضرورة أغاكيري مثلا فرنسا شحال ديسن السكن مثلا ديس 55 مهم قلتك 60 مليون كيف فوق الشعر 30 ألف فوق عيني مليون لا مستحيل يمكن قلتك 50-60 ألف فوق 100 ألف ولكن واش صنع الفريق ملا واش زعزع الملا صحيح ميخسر يعني منايا وجبوا بالضرورة أتفوض الطاس النجاد باش تغيع صحيح ورق غسن نسبة يتفرى مذاذي أوروبا زمارة تصنع الفارق زمارة تصنع التغيير الجذري للعصابة العلوية صحيح وسل المناسب حسب من داخل توظن من مصادرنا الخاصة ثاني وذان غاسن فاميليا تنسن غاسن سما تقلد المناصب عليا ذي الدولة العلوية ذي ريفي السوار مديك فاميليا تنسن غفار قانس والله العلي العظيم إلا الدولة العجيج إلا الدولة السيانخ مليون حساب انهار الدولة العلوية أقت في ورطة حقيقية في النور فغا قريري إذا الشين يريد نسي تغيمان على ويغاق أنصاق يما العصابة العلوية محمد السادس الهمة المجيدي الحموشي رياسي المنصوري المارة الدعائم التي تعتمد العصابة العلوية أنصاق يمس ونهار ثول ورنصري قا عيث مثلا ذي البرلمان الأوروبي قيار الريفي مون العالمي مون السنة ذي القضية الريفية إلا ذي الشعب الريفي أو باش لهم دعاوش القصة اسميش النقطة الصباح تغاثنتي بالمناسبة مناسبة تغاثنتي البرلمان الأوروبي
تو غادي نشني هذه القهوه البرلمان الاوروبي غادي نشن دمغرابي يتسابع دمغرابي واش مود عارف السيور دي كيعيش مثلا يري فيني تو غادي ندير ومي كيسن غاي السيور ولا سفيمن بوركي والسيور البزعرة يجاو بيث إيش النائب برلماني الناس قاينة ديري فيه وتجيبو دي مغربية نتاوني النتي تثني تنسوريو مشا ستماسيخت مانا يتواص عماس عماس وان وعجير عماس وان فتا عماس وان نوير يوش عشريف عماس وان نوير يري فيينا لوضن غير مستوي صحيح ومانا يد البداية وكو عمتي الأمور نغني أقسم بالله إلا قناخ قاب قوسين أو أدنى من الانتصار سننتصر وسننتصر نابحنا ما يمقى نابح من زي القضية عادل قضية مشروعة وتصور نغدي موارس دعوة بورجا مايستان أنتويرب إقارس للبوليس أنتويرب بغاهم ثلاثة سنين نير تشتا سنعر وقصة ويتسكسف لأن الترخيص الوقفة ذي المسيرة خصغاسي وقع بورغا مايستان بورغا مايستان أنت ويربان بغا استاح يتفذيري فيين يقارسيني نهر المشوارة نهر يسقسي ومناسبة البوليسي ده توقع خد تكيد غدا سيبيل يبقى الوقفة ان احنا غادي يقرد نطش صريخ ملايين ناجع من الحاج موجود عكش الحمد لله يا سيد ربي التصيم ورقة خواري تسلم يقارين الشام والله ما انت أقل أكيد غادي الشام أوكي زامنين إناش إذ نات اللي قد وقفنين كا واني تابوليسي تغدي النغة داخل إحضاء إناش إزرام أنا إني عش بس الحال إناش الناس نمرين مهاز ومشان حاجد أقنخ مستعدة ذو منكش الترخيص إذن ما أنا يقا قندق قاخش موار الضمير الإنساني غديكا غديكا أوروبا يوا ليس سياسيين إنسانية ليس يولان سبحان ليس نواب برلمانيين سبحان ولكن شي مجرد تساؤل خوفي ظل ما مش نتوارى يجي من مجموعة أنا يتماثل نتوارى خدمت خدي السجاد أمن قومي خدي السجاد أمن إلكتروني حد يخدم خلفانك الريفي حد يعزو تخنو خبار ريفية حد يعزو تخن أوتو الريفية خدمني القضية نعرف انت فيج من مجموعة نايت ماثناخ بخايا مني انت حسابي ذن نايت ماثناخ دي ريفيا انت في ذن جبذن دل والدين ايج نوع من الانحطاط ايج نوع من السب ذل كنف من ديش غيني من تكاش كديما نايا مرخو بالمناسبة إيش هو وراء أخذ أخذ الوقفة ذي كردية تواريخ تواريخ عبد الله وجل المهم نشينا ثومة ثومة يوسف دائما نقايش هو وراء وسمع وفي سمحي وفي نفس الوقت تتعند للوحدة من شنو يجي قايش مع الروبيو تحية نظامي يا روبيو عاش الروبيو عاش الروبيو عاش يحفظ إذا من غادي إذا توما يوسف في الموضوع الشنيو ذا لا السن وبسكو عروتو غنتغير مانا إني تكنتي تسغاسا ماشا يتضح فيما بعد باللي وذانا سخدامة تنس التليكومات حتى تسمى ديني خوارة حتى تسمى لا تشون كي تنفع حتى مبليغ المخدرات ماشا واخد من ويد من يخصى وصغي وكشن مانا إني وباشا شكشن مانا إني خصى كي سنتخدم إذا نتعاون إذا سنتك إذاني وذاني خغطي الجمال لأنه كيف يعقاد شكل أشخاص إذاني كارن سما تكن تازي تزمان سما تنظال تكن المجهود كسين تصمد ونصاد وذر أطفوض شكدي الله أطرق دي الحبوات تسيد القوة خاسن تيجم قورة دي شكواش يتق عاوه بيش الحاج صنانة ومات قيري فيين وجي شريب وهري قياري فيين يخسايش وماضي بلان قارش قوم تعفن يخسر ويوذان السنان وتصورش مثلا واش يري فينا ديوسين اشتو يا نهار واش اشتو يا يري فينا ديوسين وسين عليك تعاندني اني غاش المسيره غاش نسمي وذا ايوا في كادي اذا الشيء نهار ما نشا موار الشعب يحكي الشيء وانا كوشا على المستوى الزاد واش انت على باب الزاد لا يما الزاد لا حنا الزاد الشيء نحترم نتوقع داخل الاخلاق الوالدين خابنا وسمع هذا الفوال يجمع العائلات اي بنادم مشيت مشي تنتقد
ننتقد وذين اسمها لا ديفيرونس جاء اتكل كريتيك نيخ اتهجم اتسبل بالسب والشتم جوج كسين مغني ذا مكارو باش نسبد هذا هما ديوبا تبعراكش تكاتب كاع اسمع تويتي الصدفة واسكسي يا مكارو كلكي الزخرة كلش تواري خديها ما مش نسنشيني الشعب النغني يتناضل في القضية الناس الكرديين وما مش نسن الكرديين تناضل بشتور ميثما المظاهرة الريفية تلتقي تسمسرق أك المظاهرة الكردية دوست صدفة وهي إثما دوست صدفة أسواغ وهي بشتور الأكراد مرخان ذاني في الساحة أك المظاهرة المظاهرة الريفية فيف وجلال فريو جلال عيد الله جلال فريو جلال الان ترميث ثنا تحيان الشعب الكردي خصو مود الناس تحيات في الوقفه ديال الشكل النضالي زعما يجن الملاحمه يجن الاخوه وذين يجن عنصريه وذين يجن التمييز نيرشان التفريق تنتك لغايه ما نشكرك من وطاس بارتاج معك المشطور الرساله وتحيه جميع الاحرار والحرائر اللي كاين غديو فنداني تيدي الصفحه فوكس ريف قيمتها كاين غايه ما رغم البروده رغم شديد البروده تقريب ما ناقص اثنين ناقص ثلاثة ومن نيقا نصبع تسمضى مشتورة ما يثمى قد تقوض غير المكان المحدد أو المكان المعلوم يتقرر يثمثنا الأحراز أنفيرفين بشتوى توضيني المسيرة الآن مجامع عند الساحة أنفيرفين بشت قديني جن الشكل نضالي قديني جن الخطاب قديني غسن داني تت الأكل غسن خيام الحمد لله وفانا سن كورشي غسن دا طوليطات غسن دا كورشي جن مسيرة عظيمة جدا تم مشتورة ما يثمى تما يوضن غيش المستوى تما وجي لا بأس به واسنيني مستحسن قاع حسن جدا أقوم شتور ما يثما يوضن تتنا تحرات فارق الناس تحرات أقوم مصطفى أقوم دومة مصطفى أقوم الجنة تحرات حاش الريب نعرف ويزان الريب مش تور ما يثما تكون سندويتشات أي يثما صحاب جيليات عاون ما يثمثلوم سرقوات تحيات الماء إدري ذلكم ما مش تور ما يثما طبرات تبارك الله موجود أي يثما سرخار دوما يثما خالد السيد رب العالمين حيرك مبارك ومقدس متوما يثما فاق الناس نتاع حراه ماري يثما ثنوب ناس ضانو ناغي خاموجو السيد رب العالمين اقشر قوة اغيق هذه النية ازوموها وما يثما قد القوانا البحرة شوى شوى أربع ساعة أنبغاك الكلمات أنبغاك شكل النضالية مختار مروش حتى ما صافوان عندك جات سبت حلال عندك جنيرة صاحب اشتي داوي جليل روح لي اشتي داوي جليل روح هو قوم من سيد ما تحية كنوا يثما سعيد هذي عليها هل من الساعة؟ شتورة من الساعة يثما شاشة التلفاز ناس النجم
اجن الشكل نضالي جدا رائع رائع جدا والله تما موفر بكل بكل الشروط. ولوش نجي لي النيفا حلوة صعبت على يديها مشت ولا ما يثما كاين سنين النساء سجن الجيت كاين سنين الرجال نير الشباب سجن الجيت النونيا جيتنا نيفوس كاين النساء كاين سن تحرات كاين سن الماكله كاين سن الساندويتش كاين سن الرخام موجود جيت تعاود مشتور ما يثما كاين خيام النيل الحمراء كاين جميع الماكولات منها التمر والتين والخبز والرايب والحليب وبزيادة الحريرة الريفية مراد أم مراد السوق السوق أم مراد وليش تحرع تحرع أكني ونجك إثما غاك المنظر الرائع أكني ونجك وين المنظر حنسو شوية تحرات وين نشين الحماة نسير الحماة ثنب أتسري أكني ونجك تحرات وين كنو ونقصش تحرات هذي ديرا غاسي تسكير ذاني فيسبوك دير لايف واني خصوش هتحران أتي تسكير تحيير جميع الأحرار والحرائر كنا غدير تحقد وتشكني وقيت معك شكني ضالي بعد قليل هذي ريجن الخطاب هذي ريجن أمسية تكمل إن شاء الله الشكل النضالية غين كنهانا ويوزيكني وقيت معك
Ich komm der Welt noch nicht mehr.
كريم الخطابي عبد كريم الخطابي حاجه باش نبدا شيخ اموك البدا امس عشريف انكش دقيقه الصمت خايف مثلا كياريف دقيقه الصمت من يوقع دي ستراسبورغ البدا الاخرى ميت مثلا عادقا الكامي رجع عاد رجع هذا اي مثلو ترى دواء ترى دواء ترى دواء ترى دواء نعم تصرف شان من عادري هدي أكاميت مع وضع من معك مينوتي أخسى كوشة للصور
2008 راكي ايش دقيقة دقيقة الصم خايف مثل كاري خمسة الشهداء عماد العتابي وحسين فكري يعني علقنا كي الدم وعما سلتو عاد فيديو قان كيستراسبور السلام عليكم اي مينيت ستلت فور سلاختوفرز ان ستراسبورغ اي مينيت ستلت شبيك زور كاين تما تما زور كاين تما تما انا عقل داو مزيج جديد اكيد هما صفوان شاطر خفاف سريف مشتورة ما يتما تما الان تنطلق بعد دقيقة الصمت الشهيد اغنيق الشهداء اتجان ريا عريف وخصوصا شهيد محسن فكري العتابي الاخوان نغني اتجان مارة تقدر خيث بثنا غير كنا نضيف فندانيتي تحية ثومة عمار تحية ثومة عارف بورو تحية ثومة حميد تحية ثومة سعيد أيافي اسبانيا يعني تقدر في الطاس اثني حفظ الله تعالى اجل 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 بلاص اجل تشاري احرار دي كواس كلش كلمة فرنسي دومة محمد دومة محمد هذه التحقة كيرنا دومة محمد كنت ساقش أبري ساقتر نورمال شيرين كالي سوليك ستارت إلى ذاك المقطع الفيديو أمغار ناصر سبزافي أستاذ
محمد الجلول انك باب الشاشه وغاي غوكا بلي باش تصاصق هاد الميكرو باش تنسرى مره خضبره لي ديسقالي قضيه دبرتي الجاليه قضيه يثما ناقصه تعريفكم هيا يثما عارف قاتل البنوك هيا يثما يعني مع الاسف وغصب كارفي وكابلي باش تنصاصق دوما محمد عندو شي كلمه صروصي عزول أتصمت السيتي ما تيري مليح يجو مزيد الموارس فرانسيست نتمنى أتيري هذا استفهمك ولكن ربما أورا أثنوش إبار السني ودان يعني الخطاب النقل والفرانسيست Je remercie d'abord tous les membres du comité de Anvers pour le Chirac qui ont permis cette marche à nouveau historique. Je remercie tous les hommes et les femmes ici présents malgré le froid et les contraintes de la vie. Nous poursuivons notre lutte commencé il y a plus de deux ans avec un objectif réel et réalisable, c'est-à-dire la liberté de notre peuple et ses prisonniers. J'aimerais adresser une lettre devant vous tous, une lettre ouverte aux dirigeants des pays libres et surtout au peuple qui la compose. Mesdames et messieurs les dirigeants des peuples européens, scandinaves, américains, canadiens et à tous les pays modernes et démocratiques où qu'ils se trouvent, je m'adresse à vous en tant que citoyen français et en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre d'une civilisation millénaire profondément attaché à la liberté, de son histoire et à l'expression de son peuple fier et juste. Aussi, au nom d'une diaspora rifaine en exil malgré elle, une diaspora exemplaire qui a bâti les sociétés où elle a dû vivre avec force et honneur. Nous sommes ici issus d'une longue lignée d'hommes et de femmes libres, assoiffés des libertés, liberté d'être et d'être dignes. Les luttes de nos aïeux nous ont laissé autant de patrimoine et d'histoire que d'hommes et de femmes. De Massinissa à Nasser Zafi, en passant par Abdelkrim, le père de notre nation, la République du Rif. Aujourd'hui, au vu des événements récents à Strasbourg, ma ville de cœur, j'aimerais dans un premier temps condamner avec la plus grande fermeté les atrocités barbares commises contre le peuple de France. Pour cela, il est important, pour cela, il est important pour moi de dire à vos peuples ceci. Nous, les Rifains et les Amazirs d'une manière générale,
nous rejetons, nous condamnons cette idéologie criminelle moyenâgeuse, abyssale, venue d'Arabie, avec le plus grand dégoût. Sachez qu'avant de s'abattre sur vos enfants ici, cette idéologie nous a réprimés, assassinés, torturés, déracinés et forcés à l'exil. Nous combattons avec force l'islamisme radical, où qu'il soit. Une idéologie des ténèbres pour le ténèbre. Une idéologie arabe venue du désert, au sens propre comme au sens figuré. Une idéologie qui règne en maître au Maroc, la succursale Alaouite,